استمراراً لحملات الإغاثية الداعمة لشريحة الأيتام والفقراء والمحتاجين، نظم مكتب المرأة في المشروع العربي حملة ترفيهية للأيتام في حدائق مجديلاند في أربيل من أجل زرع الابتسامة في وجوه الأطفال وتعويضهم عن سنوات قضوها بين الحرمان والضياع. المزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. تتابعاً مع سلسلة الحملات التي يطلقها مكتب المرأة في المشروع العربي تجاه شريحة الأيتام التي تبناها منذ انطلاقته على رأس أولويات أعماله، جاءت اليوم مبادرة ترفيهية لعشرات الأيتام على بساط حدائق مجديلاند في أربيل لزرع الابتسامة على وجوه هؤلاء المحرومين. أطفال أيتام عايشين بيئة تعبانة، فإحنا الغاية منهم أنه إدخال البسمة على قلوب هؤلاء الأطفال من خلال برنامج سوينا، أنه هذا البرنامج تكميل، يعني إن شاء الله بعد كم يوم عندنا فقرة صحة أنه ندخل دول الأطفال صحة ونشيكهم من جميع الأشياء. قبل كم يوم كان عندنا الإفطار بالعيد وملابس العيد اللي اشترينا لهم إياه، وإن شاء الله عندنا أشياء تكميلية لكل ما يحتاج هذا الطفل، ونحاول ندخل الفرحة والسرور على قلبه من كل الجوانب. من ضمن مجموعة وعود وخطط رسمها المكتب لكفالتهم وتبني الكثير من جوانب حياتهم، ها هو اليوم يترجم أقواله واقعا لينال شكر المستفيدين من هذه المبادرة واعدا بالمزيد. يستمر بحملة كفالة الأيتام اللي متعهدين بكفالتهم، 75 طفل تعهد مكتب المرأة بكفالتهم الأولى كانت في خلال شهر رمضان المبارك بإقامة مأدبة إفطار لهم والعوائلهم، بعدين وزعنا لهم كسوة العيد في أيام اللي تسبق العيد، وارتئينا أنه ندخل الفرحة على قلوبهم بس ما تكون دايركت وراء العيد، خلينا مسافة بسيطة على مود يشوفوا مديات الألعاب تصير أوسع لهم وقليلة الزخم ويتونسون أيضا هم وعوائلهم. مكتب المرأة وبتوجيه رئيسته الدكتورة صبا خير الدين ماض بإصرار على مواصلة مشواره العطائي تجاه الأسر المتعففة. نشكر مكتب المرأة الفعالية ونسونا ولعبنا بالألعاب وكلونا. نشكر خميس الخنجر على هاي المناسبة جابنا على العاب ولعبانا ونسونا. شكرا على المكتب المرأة التي اهتمت بينا يعني وساعدتنا على يعني نلعب بالملاعب. سيبقى اليتامى نصب أعين مكتب المرأة ساعيا بكل طاقاته لدمجهم بالمجتمع وتحقيق كل أمانيهم تعويضا عما فقدوه من رعاية الوالدين. يعني أتصور هي هذه الفرحة الحقيقية والعمل الإيجابي الحقيقي عندما تدخل الفرحة إلى قلوب الأيتام بهذه الطريقة، وإن كان يعني بشيء جدا بسيط. يعني يمكن للناس اللي حياتهم طبيعية ومتزنة وأنه عندهم الأب والأم، رغم أنه حتى وإن كان الوضع جدا جدا بسيط، لكن مثلا نروح المدينة الألعاب فشيء يعني عادي، لكن بالنسبة لهذا اليتيم لما يجي واحد غريب يقول له تعال راح أخذك أوديك أنت بكفالتي راح أودي، يعني الموضوع يعطي لمحة من الأمان لهذا الطفل أنه أنت مو وحدك بالحياة، أكو من عندك يساعدك وأكو ناس تسمع همك وأكو ناس أنه تقدر تساندك عندما تحتاجها. أتصور يعني هي هاي.